أهلا ومرحبا بكم. بدأت الحكومة الشرعية تحركاتها للشروع في تطبيق مشروع الأقاليم في البلاد والعمل على التحول إلى نظام الدولة الاتحادية. هذه التحركات برزت في عدة محافظات على طريق تفعيل فكرة الأقاليم في شمال البلاد وجنوبها. أتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في محورين: هل الشروع في تطبيق الأقاليم حاليا خطوة استباقية أم هروب من الواقع؟ وما هي الممكنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوافرة لتطبيق هذا الشكل الاتحادي؟ في ذروة الصراع الدام والمرير تبحث الحكومة عن يمن فيدرالي، يمن محمول على شكل أقاليم حددتها مخرجات الحوار الوطني الشامل قبل أن تنقلب عليها التحالفات الميليشاوية. وفي واقع مضطرب ومفكك لا أحد يسأل كيف يذهب الرئيس والحكومة لتطبيق هذا الشكل دون توافر الممكنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيقه. فلا يتعلق الأمر بإنهاء الانقلاب وتحرير البلاد فحسب، بل بتوفير شروط الدولة الطبيعية أولا وتحقيق متطلبات الفيدرالية شعبيا ووطنيا. فضلا عن ذلك، لا تزال فكرة الأقاليم الستة تلاقي رفضا من قبل بعض المحافظات في جنوب البلاد وبعض القوى السياسية، الأمر الذي يجعل من الصعب المضي في هذا الطريق دون عوائق ويترك الباب مواربا للصراع وحمله إلى المستقبل. قبل البدء في النقاش في حلقة اليوم من زوايا الحدث، نذهب لمتابعة التقرير التالي ونعود. من أرض سبأ جاءت البشارة بميلاد عهد يمني جديد. الدولة الاتحادية من ستة أقاليم بشارة تسللت من مشهد العنف الملفع بالبارود والمخضب بالدم جراء الحرب التي أشعلها الإنقلابيون لكي يمنعوا الوصول إلى هذه اللحظة. والأولى لتطبيق مخرجات الحوار الوطني لإعلان إشهار أقليم سبأ. أعلن محافظ مارب والجوف والبيضاء البدء بالتهيئة للإعلان رسمياً عن تأسيس إقليم سبأ، واحداً من ستة أقاليم سوف تتشكل منها الدولة الاتحادية طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. خطوة تردد صداها في ميدي التي اجتمع فيها محافظ الحديدة وحجة والمحويت وريمة تدشيناً للإجراءات المؤدية إلى تأسيس إقليم تهامة، ولن يمضي وقت طويل حتى تعلن بقية الأقاليم البدء في خطوات إجرائية مماثلة. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر كان في صلب هذه الترتيبات بإطلاقه إشارة تفيد بأن موعد الإعلان عن تأسيس إقليم حضرموت الذي يضم أيضا محافظات شبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى بات قريب جدا، فيما لا يزال بن دغر نفسه يقوم بجولة طويلة في محافظات الإقليم في مهمة لا تنفك عن تحقيق هذا الهدف. الرئيس هادي أعلن في خطاب وجهه للشعب عشية الاحتفال بالذكرى 53 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة عن توجيهه للهيئة الوطنية العليا للرقابة على مخرجات الحوار الوطني إلى تفعيل مهامها والعمل على إقرار الأقاليم والدستور الجديد للدولة الاتحادية. الأقاليم الستة واحدة من القضايا الأساسية التي أفضت إلى الحرب، لأن طرفا في المعادلة السياسية رأى أن إبقاء سلطته المطلقة المستندة إلى إمكانية الدولة القديمة رهن بوأد مشروع الأقاليم، وها هو مشروع الاستئثار بالسلطة يسقط أمام إرادة اليمنيين في إمضاء دولتهم إلى نهايتها الاتحادية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع وزير الثروة السمكية وعضو مؤتمر الحوار الوطني سيد فهد كفاين. مرحبا بك سيد كفاين. يا مرحبا سيد كفاين. الحديث عن شكل الدولة ولم تستعد الدولة بعد، ما تعليقك؟ اولا شكل الدوله سبق الخروج به من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومن خلال لجنه الاقاليم مشكله من بقرار رئيس الجمهوريه، وايضا من خلال لجنه صياغه الدستور كمشروع الدستور. اما ما يحصل الان هو توجه فعلا تدريجي نحو تعزيز الدوله الاتحاديه، توجه تدريجي نحو ممارسة هذه الصورة من صور الحكم، لكن ينبغي التنويه أنه عملية إعلان الأقاليم بشكل رسمي لابد بأن تكون بعد الاستفتاء على الدستور.
في الحقيقة ربما لمقاومة فئة معينة من الشعب اليمني لبناء الدولة الاتحادية وانقلاب هذه الفئة على مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى مشروع الدستور. هذا نعم. كله جعل الشعب يتوجه نعم. مباشرة إلى تعزيز ودعم نعم سيد كفاين كما تقول أنه لن يتم إعلان الأقاليم إلا بعد الدستور والاستفتاء عليه. إذن كما تصف هذه الخطوات التدريجية، ما الغرض منها في هذا التوقيت وعلى أي أساس؟ أنا كنت أكمل لك الأمر. الشعب اليمني التف حول مخرجات الحوار الوطني الشامل واستبشر بها وجعلها طريق وخارطة الطريق واضحة للعبور من الدولة المركزية التي أفضت إلى صدامات ونزاعات إلى من هذا النوع من الحكم الذي أوصلنا إلى صدام ونزاع نتيجة التوزيع الغير عادل للثروات، التوزيع الغير عادل للسلطة، استئثار فئة دون أخرى. لذلك كانت مخرجات الحوار الوطني الشامل مثلت أدا اجتماعيا جديدا تقريبا مجمع عليه من غالب الأطياف السياسية والأحزاب السياسية. عندما رأى الشعب أن هناك من أراد أن ينقلب على هذه المخرجات وأن يئد هذا الحلم وأن يقف أمام هذا التوجه، وغدنا أنفسنا أمام تحرك شعبي وتحرك نخبوي في الحقيقة يعني بريء تجاه تعزيز الدولة الاتحادية. الأمر الثاني وهو المهم، هذا التنسيق الآن الذي يتم بين المحافظات المشكلة للإقليم الواحد، سواء كان هذا في إقليم سبا أو إقليم تهامة أو إقليم حضرموت وبقية الأقاليم. نعم. كما قلت لا يعني إعلان الأقاليم بطريقة رسمية، لأن هذا سيأتي فعلا بعد الاستفتاء على الدستور، ولكن هو توجه لرسم صورة من صور التنسيق للإعداد ولملامسة المشاكل التي ربما قد تواجه عن عقلية إعلان هذه الأقاليم حتى نستطيع التلافي مبكرا وحتى يكون بعد الاستفتاء على الدستور إعلان هذه الأقاليم أمرا سهلا وسلسا. نعم سيد كفاين، بحديثك عن التحرك الشعبي، هنالك تحركات شعبية رافضة لهذا الإعلان ولكيفيته من الأساس. هنالك تحرك اليوم حدث في سقطرة، وأنتم الآن في سقطرة، مجاميع من المواطنين من محافظة سقطرة تواجدوا أمام المقر الحكومي رافضين لنوع التقسيم، وأيضا هناك تحرك في الجنوب الذين يرفضون أساسا فكرة ستة الأقاليم. نعم 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 فعلا هناك آراء أخرى بالتأكيد، لا توجد أي رؤية تحظى بقبول 100%. لا يعني أنه التحرك الشعبي والنخبوي تجاه تعقيد الأقاليم الستة وفق التقسيم الذي خرجت به لجنة الأقاليم ولجنة صياغة الدستور أن هذه الصورة مجمع عليها. نعم هناك آراء مختلفة في الكثير من المحافظات وتضع آراء أخرى وتطالب بإعادة النظر في عملية تقسيم الأقاليم وإعادة النظر في عدد هذه الأقاليم. هذه الآراء أيضا محل احترام ومحل تقدير ومحل استماع في الوقت نفسه. وعندما كما قلت تتجه بعض النخب إلى تعزيز الحالة الاتحادية، أقصد أنها تعزيز الحالة الاتحادية كفكرة الدولة الاتحادية. قد نختلف على عدد الأقاليم ربما أو نختلف على بعض التقسيمات لهذه المحافظات، ولكن يبدو أن الكل مجمع على أن شكل الدولة القادم هو شكل اتحادي. نعم هنالك من يرى أن هذه الخطوة التي تقومون بها هي خطوات أحادية الجانب، لا تختلف كثيرا عن تلك التي يتخذها الانقلابيين بين الفترة والأخرى في إعلان المجلس السياسي وغيره. هذه الخطوات خطوات ليست أحادية الجانب إلا إذا كان القصد أنه ننتظر حتى يعلن الإنقلابيون موافقتهم على مثل هذه الخطوات.
الصدام مع الانقلابيين، والانقلاب الذي حصل هو اصلا انقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى الاستمرار في العمليه السياسيه وعلى الشروح بالاستفتاء على الدستور. الانقلابيون الاشكاليه التي يرونها في مثل هذه المخرجات ان الدوله تحولت من دوله مركزيه تسيطر فيها فئه ومنطقه على بقيه المناطق وبقيه الفئات الى دوله اتحاديه يتم فيها تقسيم السلطه والثروه بعداله. وبالتالي لا ننتظر من مثل هذه الفئه ان تبارك مثل هذا التحول السياسي ومثل هذا التحول في نظام الدوله، ولا ان تبارك ايضا السعي النخبوي والسعي الشعبي نحو تحقيق الدوله الاتحاديه او على الاقل السير في في في, في طريقها. اجدد ان ما يحصل هو اجماع وطني على صوره الدوله بين الصوره الاتحاديه بغض النظر عن الاختلاف على مسميات الاقاليم ربما او عدد هذه الاقاليم أو حتى تبعية بعض المحافظ بهذا الإقليم. نعم سيد كفاينا الاختلاف ليس على طبيعة التحركات وإنما عن التوقيت. هنالك من يرى أن هذا التوجه سيشغل الناس عن المعركة الحقيقية، المعركة الكبرى، وهي استعادة الدولة. أبدا، كما أسلفت أن هذا التوجه توجه شعبي أيضا توجه نخبوي، وهو عبارة عن عن عن, عن, عن تقديم صورة من صور التنسيق بين المحافظات المتجاورة، وهو مطلب ملح في ظل صعوبة الإدارة نتيجة العمليات الانقلابية ونتيجة ضعف الإمكانيات. نحن بحاجة ملحة إلى مثل هذا التنسيق حتى نستطيع أن نتلافي القصور والفجوات التي تواجهنا سواء كان في الإمكانيات أو في عملية فنية أو حتى في مواجهة الانقلابيين والحرب التي شنوها على البلد بشكل عام. لكن يظل أمام الدولة الرئاسة أو الحكومة الآن الهدف الأول هو استعادة صنعاء العاصمة وبقية المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون. نعم. وأيضا ومن ثم استئناف العملية السياسية. ولا يعني نعم. هذا أننا سنقف مقطوف الأيدي أمام خطواتهم. شكرا. التي يقومون بها. نعم. وضحت الفكرة. إلى تدمير البلد وفي نعم. طبعا عملية سياسية. وزير الثروة السمكية وعضو مؤتمر الحوار الوطني سيد فهد كفاين، كنت معنا عبر الهاتف من سقطرى، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى محافظ محافظة البيضاء سيد نايف القيسي. مساء الخير سيد نايف. مساء النور والعافية، مرحبا. سيد نايف، أنتم في إقليم سبا، على أي أساس دشنتم هذا الإقليم وبدأتم في الشروع في تطبيقه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حييكم وحيي السادة المشاهدين والمشاهدات. أهلا. بعد ذي بدأ في الإقليم استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني وإلى دائما توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وإلى الدولة الاتحادية التي يسودها الأمن والاستقرار والتعاون بين جميع أبناء اليمن الواحد. طبعا نحن في بداية التدشين اتفقنا نحن والأخوة في الإقليم على تحرير محافظة البيضاء، تحرير جميع ما تبقى من محافظات الإقليم، ثم ننطلق انطلاقة رجل واحد لتحرير اليمن بأكمله. فنحن وجميع الأقاليم يدا واحدة كما يشير بالمعصم، ننشد الخير والعدل والمساواة لجميع أبناء شعبنا اليمني. نعم سيد نايف، ما الذي سيترتب على الأرض جراء هذه الخطوات؟ هل هنالك يعني خطة للتنفيذ، رؤية واضحة؟ نعم، نحن وضعنا هيئة فنية، والهيئة الفنية مختارة من جميع محافظات الإقليم، وهم عبارة عن دكاترة وحقوقيين وقانونيين ذو كفاءة عالية، وضعوا مسودة للإقليم. غاية ما نريد اليوم أن نبدأ في بدايات التي تعارف عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، فهم مخرجات الحوار الوطني كفيلة بأن الشعب اليمني بالدولة الاتحادية أن يمشوا
على خطاها، وأيضا نحن نتطلع دائما أن نوجد فرص عمل ونوجد بعد أن نحرر. مرحلتنا الأولى هي مرحلة التحرير، والمرحلة الثانية هي مرحلة التأمين، والمرحلة الثالثة هي مرحلة البناء والتنمية، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن الأمور إلى خير. نعم، إذن سيد نايف تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث سيد صالح سمع محافظ محافظة المحويط المعين من قبل الرئيس هادي. مرحبا بك سيد صالح. شكرا لكم، حياكم الله وعبدكم. أهلا بك سيد سمع. دشنتم إقليم تهامة فيما ما زلتم تمارسون مهامكم من خارج محافظة هذا الإقليم. نعم، دشنتم إقليم تهامة فيما ما زلتم أنتم تمارسون مهامكم من خارج محافظات الإقليم، أي محافظي المحافظات ما لم يعودوا أصلا للمحافظات حتى تدشنوا إقليم، وما زلتم تقومون بمهامكم الأساسية من خارج المحافظات. شكرا لك يا صغيرتي، وشكرا على الاستضافة، وشكرا للمشاهدين والمستمعين ذكورا وإناثا. على كل حال، تدشين الأقاليم بشكل عام وإقليم تهامة هو واحد من هذه الأقاليم الستة، هي ورقة سياسية حيوية مهمة في هذه المرحلة لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنها أتت تمثيلا لمخرجات الحوار الوطني وما نص عليه مشروع دستور الدولة الاتحادية. نعم، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنها لها معاني كثيرة. نحن نتحدث عن يمن جديد. ماذا يعني يمن جديد؟ يعني يمن جديد دولة اتحادية تبسط فيها السلطة والثروة على عكس ما كان الحال لألف سنة وكثر. فالسلطة والثروة لن تعود فكرا على المركز المقدس وهو في الحقيقة مدنس، وإنما ستقصد على أقاليم الستة في الجمهورية اليمنية تتنافس على استباق الخيرات. نعم. السبب الثاني أن هذه الأقاليم الستة هي في مرحلة تحرير، بعضها لم تكتمل بعد، ضمنها إقليم تهامة. نعم، فبد من تكامل الجهود، ولا بد أن تنسق الجهود. وهنا يأتي السؤال سيد، وهنا يأتي السؤال سماعي، كيف يتم الذهاب لمثل هكذا إجراءات؟ نعم عفوا سيد سماع، وحديثك عن المناطق التي لم تحرر بعد، هنا يأتي السؤال، كيف بإمكانكم الذهاب لمثل هكذا إجراءات وهذه المناطق ما زالت تحت سيطرة الإنقلابيين؟ أعلم لهذا لابد يعني من تكامل الجهود ووحدة الجهود حتى يتم تحرير هذه المناطق. فما نعم. تقوم به محافظة غير ما تقوم به عدة محافظات، فلا بد من تنسيق الجهود في هذه الأقاليم، وأيضا تكامل الإمكانيات بحيث تكون عامل مساعد للجيش الوطني والمقاومة الوطنية لاستعادة هذه المناطق من أيدي الإنقلابيين. السبب الثالث يا أختاه والأخير أن هذه أن هذا التدشين والإعلان يأتي ردا على بعض الأصوات التي تريد لمخلفات الاستعمار والإمامة أن تبقى، مخلفات الاستعمار والإمامة في الشمال، وتريد أن تبقى اليمن يمن مستبدة تحتكر فيها السلطة والثروة، وصوت آخر في محافظة الجنوب والشرق يريد لمخلفات الاستعمار أن تبقى باقية، فتكون اليمن في شكل إقليمين. نعم دكتور صالح، بالحدود التي وضعها الاستعمار. دكتور صالح أعتذر على المقاطعة، ولكن هنا رداء في الصوت، سنعاود الاتصال بك من جديد ونعود إليك سيد نايف. سيد نايف، هناك من يرى أن الحديث عن الأقاليم التي كان هو أصلا موضوع خلاف وكان أحد مبررات الانقلاب، الحديث على هذا الموضوع قبل استعادة الدولة والتوصل لاتفاق سياسي كمن يضع العرب قبل الحصاد، ما هو تعليقك؟ الشعب هو من يقرر ذلك، ليس على الأقاليم أي خلاف. اليوم الناس تريد أنها تتلقى حقوقها بكل سهولة وبكل يسر. المركزية أتعبت الجميع. اليوم
المواطن البسيط الذي يكتاكل مسقطة وبعض الأحيان لا يجد رغيف خبز. نعم. إذا يريد أنه يطع يعامل على أي شيء بسيط ضروري من المركزية إلى صنعاء أو إلى كذا أو إلى كذا. اليوم الأكاليم هي تسهل هذه الأمور. نحن نسعى جميعا يدا واحدة سواء المسؤول وغير المسؤول إلى العيش الرغيد وإلى الأمن والاستقرار للجميع وإلى تسهيل الحياة للمواطنين جميعا. لا خير فينا أن نرى شعبنا يعيش بين الجوع والإبطاء والتهميش ونحن نتفرج. نحن لابد أن تكون لنا لبنة حتى أن نضحي بأنفسنا من أجل ديننا ومن أجل أرضنا ومن أجل شعبنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس. لسنا حريصين على ما يدعيه الآخر من الثروة والسلطة مثل ما نحن حريصين على هذا المواطن البسيط الذي وصل إلى حالة من اليأس وإلى حالة من التعب وإلى حالة من الإقصاء والتهميش خلال الفترة السابقة. نحن اليوم لابد علينا كما نرى فرض الواقع علينا أن ننشئ هذه الأقاليم وهي أيضا من ضمن ما تعاون عليها وتحاور عليها واجتمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. دعوتي للجميع بأنهم يلبون وأن يحثوا حذو إقليم سبا في اتخاذ الأمور اللازمة في تدشين الإقليم واختيار من يمثل الإقليم. فنحن اليوم اخترنا من يمثل الإقليم. نعم. إذن سيد نايف، هل هذه الإجراءات ستنعكس على خطوات فعلية ستساهم في تحرير المحافظة أم أنها مجرد مناكفات سياسية وكما تحدث الدكتور صالح على أنها مجرد ورقة سياسية؟ لا لا لا، بالفعل ما نحن في إقليم سبا بالفعل هي بإذن الله ستكون انطلاقة لتحرير محافظة البيضاء وتحرير ما تبقى من محافظات الإقليم. ثم أيضا لسنا وحيدين فقط، بل ننطلق لجميع الأقاليم صوب صنعاء صوب عمران، نحرر اليمن بأكمله من شر الميليشيات الإنقلابية وشر فرق القتل والدمار. نحن اليوم في إقليم سبا، انظري إلى مارب العز ومارب الحضارة، تستقبل جميع أبناء محافظات الجمهورية وتنصبهم في مواقع حساسة وفي مواقع نحن كلنا يد واحدة، اللهم من باب توزيع المهام ومن باب يعني عدم المركزية أن الناس تكون حياتهم تتيسر وتتلح. نعم، وصلت الفكرة، نتمنى لكم كل التوفيق. إذن سيد نايف القوسي محافظ محافظة البيضاء، القيسي محافظ محافظة البيضاء، شكرا جزيلا لك. ونعود إليك سيد صالح سمعيل، تسمعني بوضوح؟ أسمعك بوضوح ولكن في جوابي احتمال تفضل. 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 أنا أقول أنها ورقة سياسية، نعم، هي ليست ورقة قانونية، ورقة قانونية يعني أن تنتظر بعد من استفتاء على الدستور ثم بعد ذلك تكتمل البنية القانونية للدولة، بعد ذلك تتكلم وتجري الانتخابات وقيادة أن نتحدث عن قانون، لكن هي ورقة سياسية، لكن ورقة سياسية حيوية. امتياز. وذكرت انها لاسباب ثلاثه. السبب الاول انها تاتي تنفيذا لما ورد في مخرجات الحوار الوطني ولما ورد في مشروع الدستور الاتحادي الذي لم يقر بعد، وانما اتت لتجسد امر واقع بما سيسير عليه الحال. الامر الثاني ان هذه الاقاليم تسكنت لأسباب عملية. نعم. علم. نحن نعلم أن الفوز والثروة ظلت محتكرة في المركز المقدس منذ أكثر من 1000 عام. حان الوقت لنبني يمن جديد. ماذا يعني يمن جديد؟ من مفردات هذه الجدة الحيوية أن تفسد السلطة والثروة بين أبناء الوطن الواحد. والمتحاورون وما نص عليه الدستور وصلوا إلى حقيقة مؤكدة أن الثروة لا يمكن أن تفسد والتنمية يمكن أن تتحقق في العدل بين المحافظة اليمنية إلا عن طريق هذا النظام الفيدرالي. الأمر الثالث أن هذه الأقاليم نعم سيد سمعي، ليس من الأجدر التوصل
نعم سيد جماعة عفوا على المقاطعة، ولكن أليس من الأجدر التوصل إلى اتفاق سياسي وتصالح وطني لتنفيذ هذه المخرجات والخروج من هذه الحرب التي كانت أصلا الاختلاف حول هذه المخرجات من أسباب اندلاعها؟ خصمت القضية، المنقلبون أيدوا هذه الخطوة، لكنهم في النهاية لها وجه آخر كاذب من وراء الحدود انقلبوا عليها، أيدوها في الظاهر لأنهم لا يستطيعوا أن يدفعوا أمام الإرادة الشعبية بطريقة سلمية، انقلبوا عليها بقوة السلاح. نعم. نريد لهذه المخرجات التي وقع عليها الجميع واتفق عليها الجميع وعلى مشروع الدستور الذي تكونت لجنته من كل الفئات سواء المنقلبون أو الأصحاب الشرعية، نريد بما تم الاتفاق عليه أن ينفذ على أرض الواقع، ونريد أن نثبت هذا الأمر عمليا على المستوى الواقع. هذه هي القصة. نعم، إذن سيد صالح سمي محافظ محافظة المحويد كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى السيد عبد الناصر المودع وهو محلل سياسي. مرحبا بك سيد عبد الناصر. مرحبا بكم. أهلا بك سيد عبد الناصر. الشروع في تطبيق الأقاليم في هذه المرحلة غير المستقرة، هل هي خطوة استباقية وهروبا من الواقع كما يرى البعض، أم كما تفضل ضيوفي أعضاء الحكومة بأنها خطوة لابد منها في هذه اللحظة؟ مساء الخير. أهلا بك. الموضوع تشكيل أقاليم ينبغي أولا أن يستند إلى نص دستوري حتى تكون شرعية. أنا أستغرب من يؤيد تشكيل الأقاليم دون أن يكون هناك نص شرعي يشرع هذه العملية. هذا أمر في غاية الغرابة أن يصدر من حكومة تدعي أو تطالب العالم بأن يستعيد شرعيتها فيما هي لا تحترم الشرعية والدستورية. الجمهورية اليمنية حتى الآن هي دولة بسيطة، دولة مركزية وليست دولة فيدرالية. تحولها إلى دولة فيدرالية يتطلب في المقام الأول دستور جديد يصوت عليها اليمنيين حتى يصبح شرعي. أما الاستناد إلى أن مخرجات الحوار الوطني أو غيرها أو مشروع الدستور الذي كتب أو غيرها، هذا كلام غير دستوري وغير قانوني ولا يصح من أحد يدعي بأنه يحارب جماعة انقلابية على الشرعية أن يتحدث به. الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني ليست إلا وثيقة سياسية عرفنا كيف طبخت وكيف تم سلقها، وفي كل الأحوال حتى على افتراض أنها كانت وثيقة حوار شارك فيها الجميع لكنها تبقى وثيقة سياسية ليس لها أي قيمة قانونية، لا تشبه الدستور ولا تشبه القوانين وليس لها أي قيمة قانونية. لهذا أنا استغرب الآن أن يتم تدشين الأقاليم بهذا الشكل، هذا استخفاف وخفة وعدم مسؤولية من قبل رئيس الجمهورية الذي يمثل هذه السلطة الشرعية وكل الوزراء وكل المسؤولين الذين يؤيدونه على هذا الخرق الدستوري الفاضح. هذا عمل غير دستوري غير قانوني. على أي أساس يعلن إقليم في أي منطقة؟ نعم للأسف سيد عبد الناصر لم يسعنا الوقت في أقل من دقيقة. نعم عفوا على المقاطعة، ولكن يداهمنا وقت الحلقة في أقل من دقيقة. هل هذه الإجراءات وهذه الخطوات من قبل أعضاء الحكومة اليمنية ستلاقي أصداء على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي؟ نحن نتحدث على المستوى الداخلي. هذه الخطوة ليس لها أي قيمة دستورية، وهي تعطي الإنقلابيين حجة بأن الطرف الآخر لا يلتزم بالدستور ولا بأحكام بالقوانين وأنه أول من يخترقها.
من يؤيد الأقاليم أو فكرة الأقاليم أو إعلان الأقاليم يريد خلق أمر واقع، يريد خلق أمر واقع دون أسس قانونية، وهذا صناعة فوضى في اليمن. هذه صناعة الفوضى التي لنا 5 سنوات والكل من السلطة الشرعية يمارسون هذه الصناعة وهذا العبث بالدولة اليمنية، خلق أقاليم دون أسس قانونية دون أسس دستورية لن يصدر عنه إلا تفتيت اليمن وتجزئة المجزأة وخلق مراكز قوى جغرافية. نعم، وصلت الفكرة سيد عبد الناصر. لديها الشرعية بأن تستحوذ على الثروة في هذه المناطق. نعم، إذن سيد عبد الناصر المودع شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي فهد كفاين عضو مؤتمر الحوار الوطني ووزير الثروة السمكية، ومحافظ البيضاء نايف القيسي، ومحافظ المحويت صالح سميع، والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد القاسم. إلى اللقاء.